أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الزمان: في ثالث عملية من نوعها مسلحون يسطون على محل للذهب وسط النجف. ونقرأ في المدى: تقليص كادر السفارة الأمريكية يغضب البنتاغون ومجلس الشيوخ. ونطالع في كتابات الأسايش: يحدد هوية قاتل نائب القنصل التركي، وأنقرة ترد بغارات على قضاء مخمور. جاء في البصار: لجنة التربية في ديالة تزعم لعبة إلكترونية هي السبب في الرسوب في المحافظة. ونقرأ في القدس العربي: الجزائر تتوج باللقب الإفريقي بفوز تاريخي على السنغال. جاء في العربي اللندنية: واشنطن تضيق الخناق على وكلاء الحشد الشعبي في مناطق سنية. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في العربي الجديد: ترامب يبلغ السيناتور راند بول بإمكانية الدخول في محادثات مع إيران. أهلا بكم. ضغط العقوبات الأمريكية فضح الإرهاب الإيراني أيها السيدة والسادة، تحديدا في العراق، لأنه أعاد النظام السياسي للمربع الأول من دون رتوش المظلة الأمريكية، وهذا يفسر لنا التخبط في خلط أوراق الأحزاب الإيرانية وبين ولاءاتها وجذورها وحجم دورها السياسي والميليشياوي وتشبثها بتحصين مكتسبات الاحتلال حد الاحتراب، حيث كما يخبرنا التاريخ والوقائع عندما يتعافى العراق تتعافى معه أمة العرب. هذا مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. يظل العراق محكوما بكرسي سلطة من صناعة الاحتلال الأمريكي، بمعنى أن المتغيرات الحاسمة أو العمليات الجراحية الكبرى لإنقاذ العملية السياسية غير متوقعة أو ممكنة، لأن المسؤولين عموماً بأحزابهم وأديولوجياتهم ينتمون إلى تاريخ شبه موحد ارتهن مستقبله بالخضوع لإرادة أجهزة الاستخبارات المركزية الأمريكية ودورها الأممي. ومشروع إيراني كان قد سبق احتلال العراق بعقود في التعبير عملياً عن أهدافه، رغم التكاليف الباهظة التي دفعتها الشعوب الإيرانية من خلال مئات المواجهات والمعارك في حرب طويلة استنزفت ثروات ودماء العراقيين أيضاً. سقطة حكام العراق في استخدام الاحتلال من أجل استلام السلطة لن تتيح لهم إعادة بناء الجسور أو ترميمها مع الشعب، خاصة بعد 17 سنة من كابوس الانتقام الدموي وتقطيع أوصال العلاقة بالعالم المتمدن أو بالسلم المجتمعي. وما محاولاتهم في لم شتات أحزابهم وكتلهم واختيار مواقفهم للإيحاء بتجديد دماء العمل السياسي وتحديد مساراته المقبلة إلا إدراك منهم باستحالة عودتهم حتى إلى المربع الأول الذي كان فيه عار الاحتلال والتخادم معه كافياً ليكون سبباً ومبرراً لإيقاف تداعيات التواطؤ الصريح بين قوى الاحتلال الأمريكي وقوى الإرهاب الإيراني. ذهاب بعضهم إلى المعارضة لن يجدي نفعاً ولن يؤسس للتغيير، والتهام المال العام والركض خلف المناصب وميزانيات الوزارات ومجالس المحافظات لن يبرئ الأحزاب الطائفية من طائفيتها وجرائمها بحق العراقيين، مهما قيل عن زهدها ونأيها عن الجاه والسلطة أو قربها والتزامها بأحكام المراجع المذهبية. جاء في الشرق الأوسط: يتأهب العراق بحلول نهاية يوليو تموز الحالي لمواجهة ما يعتبر أكبر التحديات التي عصرها في التاريخ ما بعد التحرير، الاندماج الكامل للميليشيات الشيعية ضمن الجيش النظامي الوطني. لكن هل سوف يحدث ذلك بالفعل؟ ليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها القيادة العراقية عن ذلك الاندماج، ومع ذلك فالأمر الوحيد المؤكد هو، على الرغم من أن بعض الجماعات المعنية بالأمر تملك جذوراً عراقية حصرية، فإنه يمكن اعتبار الحشد الشعبي بأسره وبرمته بمثابة جيش طروادة الإيراني في العراق طبعاً. هذا مقال للكاتب أمير طاهري في صحيفة الشرق الأوسط.
هناك ثلاث جماعات كبيرة: منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وكتائب حزب الله بقيادة أبو مهدي المهندس، تلك الخاضعة في إدارتها للجانب العراقي بدرجة كبيرة، مع وجود رعايا إيرانيين بين صفوفها من الذين يعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من الثورة الإسلامية العالمية التي يقودها ملالي طهران، واثنتان من الجماعات الأخرى: عصائب أهل الحق وحزب الله النجباء، وهما من الجماعات وثيقة الصلة بالسلطة في طهران، لدرجة لا يمكن اعتبارهما من الوحدات العراقية المستقلة. ومنذ أيامه الأولى يعتبر النظام الخميني أغلب الدول العربية دولاً مصطنعة من إنشاء القوى الاستعمارية الغربية حول جيش من المواطنين الأصليين الذين استخدموهم للسيطرة على السكان بحلول العام 2011، بدا أن إيران لم تعد بحاجة إلى حصان طروادة في الداخل العراقي، فلقد كان رئيس الوزراء العراقي آنذاك نور المالكي على استعداد تام لإعادة تشكيل العراق كجزء لا يتجزأ من مجال النفوذ الإيراني في المنطقة مقابل الدعم الدائم من طهران. وفي شتاء عام 2014 أرسل الجنرال إسماعيل طاني الرجل الثاني في فيلق القدس بعد قاسم سليماني إلى العراق في مهمة محددة تتعلق بتكوين الجيش العراقي الموازي. يضيف الكاتب: لدى العراق الآن فرصة ممتازة، وربما هي فرصة فريدة من نوعها وتاريخية قلما تتكرر في إعادة بناء الذات كقوة مستقلة وتقدمية في منطقة الشرق الأوسط، ومع ذلك لن يتمكن العراق من النجاح في هذا المسعى عبر تكرار الأسلوب الاستعماري القديم في بناء الأمم وإنشاء الدولة المتحلقة كما يصفها الكاتب حول الجيش الوطني التابع في كل شيء لإحدى القوى الخارجية. نقرأ في عربي 21: الاطلاع على بعض حكايات السجون المظلمة في العراق يزرع في النفس والفكر آهات وحسرات لا مثيل لها، وربما يجعل الناس تشعر بالضياع والرعب من الغد المجهول، لأننا نتحدث عن حكايات ظلم لآلاف الأبرياء. والغريب أن تناول هذا الملف ربما يعرضك للاتهام، لأن غالبية السطحيين يتصورون أننا من ضمن الإرهابيين وندافع عن الإرهابيين. وعن التعذيب في السجون الحكومية كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21: التزوير في شهادات وفاة المعتقلين حالة مؤلمة ومألوفة في الواقع الصحي العراقي، حيث إن اللجنة الطبية تكتب ما يمليه عليها رجال الأمن، وهي تنفذ ذلك بالحرف الواحد خوفاً من سطوتهم وبطشهم، وعائلة الضحية تلتزم الصمت هلعاً من الغدر والملاحقة. سجون الناصرية والتاج والعدالة وغيرها ما هي إلا مواقع لسحق المعتقلين، سواء كانوا من الأبرياء ضحايا المخبر السري أم من المجرمين. وهذه البشاعة لا تتلائم مع أبسط أهداف السجون التي أقيمت أصلاً لتقويم سلوك المنحرفين، وليس لأن تكون مقبرة للأبرياء المظلومين، ووكراً لتخريج الناقبين عن الوطن. ويوم الأربعاء الماضي أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الأمن العراقية مستمرة في ممارسة انتهاكات قاسية بحق المعتقلين داخل السجون، وأن شهادات للمعتقلين في سجن التاجي شمالي بغداد تثبت انتهاج سياسة الإذلال والاضطهاد ضدهم وحرمانهم من مقومات السلامة الصحية والنفسية والغذاء، واستمرار الابتزاز المالي للمعتقلين وذويهم. وبهذا تتواتر الأدلة الرسمية وغير الرسمية على ثبوت التعذيب في السجون والمعتقلات، وهذه قضية ينبغي تداركها لأنها تتعلق بأرواح المعتقلين وكرامتهم. الظلم القضائي والمعاملة الهمجية الانتقامية مع سجناء الأبرياء والمذنبين لا يمكن أن تعيدهم إلى جادة الصواب، وبالتالي من يريد أن يجعل من السجون مكانا للإصلاح عليه أن يوفر الأرضية الصالحة للتقويم، وإلا فإنها ستكون أماكن لصناعة الكراهية، وحينها لن نجد من يتحمل النتائج التدميرية الناجمة عن جنايات سوء معاملة السجناء. حيث يقول الكاتب: لن تقوم للأمة العراقية قائمة إلا بالعدل وتفريغ السجون من الأبرياء والمظلومين.
جاء في صحيفة تايمز ميليتري تايمز الأمريكية، حيث ترجمت صحيفة المدى تقريرا لصحيفة ميليتري تايمز الأمريكية بعنوان تقليص كادر السفارة الأمريكية، حيث هذا العنوان أغضب البنتاغون وأغضب مجلس الشيوخ وجاء فيه في خضم تصاعد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران وتقليص كادر السفارة الأمريكية في بغداد. دعا خبراء في وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون لإلغاء هذا الموضوع. أعضاء في مجلس الشيوخ خلال أول جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء إلى ضرورة الحفاظ على تواجد دبلوماسي وعسكري قوي في العراق، وذلك للحؤول دون عودة ظهور داعش من جديد والحد من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. وقال عضوا مجلس الشيوخ ميت روميني وكريس مورفي إنه مع استمرار التهديدات الأمنية التي تسببت بتقليص عدد كادر سفارة الولايات المتحدة في العراق إلى 15 منتسبا فقط، فإنه من المهم جدا العودة لتواجد دبلوماسي كامل في بغداد وبأسرع وقت ممكن. جوان بولاشيك مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قالت إن أعضاء الكادر الدبلوماسي الأمريكي ومنشآت أمريكية واجهت تهديدات خطيرة حقيقية خلال شهر أيار في العراق، وأن هذه التهديدات ما تزال مستمرة ولم تنتهي بعد. وقالت بولاشيك إن وزارة الخارجية الأمريكية تعي أهمية تطور المصالح الأمريكية في العراق من خلال تواجدها الدبلوماسي، وأن سلامة وأمن الأمريكيين يعتبر من أولويات اهتمام إدارة الرئيس ترامب، مشيرة إلى أن الخارجية الأمريكية مستمرة على تقييمها للوضع وأن تقليص الكادر ليس دائمياً. تقول الصحيفة تواجد قوة على الأرض يبعث برسالة مفادها أن إيران لا يمكنها تحقيق ما تريد. طبعاً تركيز الجيش الأمريكي في العراق ليس فقط لمقاومة الإرهاب ودعم الحكومة، بل أيضاً لإظهار قوة ضد أي توسع إيراني حسب الصحيفة. جاء في القدس العربي منذ حرب العراق أصبحت أمريكا تراجع كثيرا خيار المواجهة والتدخل العسكري المباشر، وهي تكتفي بالتلويح والتهديد باستخدام القوة بدون التورط في حرب شاملة وصراع النفوذ والتموقع الاستراتيجي الذي تخوضه مع روسيا والصين. يجعل الإدارة الأمريكية تستعرض قوتها القتالية، ولكنها تفعل خيارات الحرب التجارية والعقوبات الاقتصادية والمالية للابتزاز وإخضاع الخصوم وسحبهم نحو التفاوض تحت سقف الإملاءات الأمريكية. طبعا مقال للكاتب لطفي العبيدي في صحيفة القدس العربي. المعادلة واضحة، حيث تسعى واشنطن عبر التصعيد الحالي إلى جر إيران لطاولة مفاوضات تكون لها فيها اليد الطولة، وطهران لا تريد مفاوضات تحت السقف الأمريكي ولا تنحني للإذلال، وترى أن لا معنى للتفاوض والعقوبات الاقتصادية سارية المفعول، ومن ثم تحاصر صادرات إيران من النفط والغاز وتسعى لتصفيرها إلى جانب قطاعات الألومنيوم والحديد والصلب والنحاس، وتقوم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وتستفز طهران بحشد قوة جوية وبحرية بالقرب من حدودها. كل ذلك لا يمكن أن يفتح باباً للتفاوض أو لحل المشاكل بعقلية التكبر والهيمنة ومركب الغرور الذي دأبت واشنطن في إظهاره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبالنظر إلى أن الكيان الصهيوني ومصالح أمريكا في نفط الخليج هما ما يهم البيت الأبيض بالدرجة الأولى، فإن المواجهة العسكرية لن تكون خياراً سهلاً، وبالتالي ليس مفاجئاً أن ينتهي الأمر بالتراجع عن لغة التهديد إن لم تكن كل هذه الضوضاء قد دفعت باتجاه تحصيل تأييد بعض دول الخليج للتطبيع مع إسرائيل وتمرير صفقة القرن تحت مظلة التخويف الإيراني الذي استفادت منه أمريكا كثيراً في صفقات بيع السلاح بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات تحديداً. طبعاً وفي كل هذا تبحث واشنطن على إرجاع الملف النووي إلى مجلس الأمن والعودة إلى نقطة الصفر بعد إفقاد إيران طبعاً الدعم الدولي وشرعنة كل العقوبات التي فرضت عليها، وفي الوضع الراهن لا تفاوض ولا حرب
ويبقى الخيار الأنسب لأمريكا وأتباعها التوصل لتوافق مع طهران، لأن المغامرة العسكرية لن تكون كسابقاتها بحسب الكاتب. نقرأ في العرب الجديد: كلما ظن الأمريكيون أن رئيسهم دونالد ترامب قد وصل أخيرا إلى قاع الانحدار الأخلاقي والسياسي وأنه لا قاع بعد ذلك، فاجأهم بأن للقاع دركا أسفل آخر، وبأنه لا يتردد إطلاقا في بلوغه. وجديد حلقات هذا المسلسل الذي لا يكاد ينتهي كان هجوما عنصريا شنه ترامب عبر تويتر ضد 40 نساء ينتمين لأقليات مختلفة يمثلن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، أتبعه بجملة تصريحات مسعورة لم تتوقف يصر فيها على موقفه. تصريحات موغلة في العنصرية، وإلى زمن قريب كان يعتقد أنه لا مكان لمثل هذه اللغة في الحياة العامة الأمريكية، إذ من كانوا يتحدثون بها كانوا ينظر إليهم أنهم هوامش. إلا أنه منذ أعلن ترامب ترشحه للرئاسة في منتصف عام 2015 وجد الخطاب العنصري طريقه إلى قلب الحياة العامة الأمريكية ونقاشاتها، فلم يتردد ترامب في مهاجمة الأمريكيين من أصول لاتينية أو إفريقية أو مسلمة، بل إنه لم يتردد في مهاجمة النساء والإحالة إليهن بلغة بذيئة وكذلك المعوقين جسديا، وكان ذلك كله يتم علنا ومباشرة وأمام شاشات التلفزة. في عالم السياسة الأمريكية الذي كان سائدا لعقود قبل خوض ترامب غمارها، كان مثل هذا الخطاب العنصري كفيلا بأن يقضي على أمال أي مرشح أو مسؤول، غير أن ترامب مرشحا قلب قواعد أمريكية كثيرة متعارف عليها رأسا على عقب، وهو منذ أصبح رئيسا مطلع العام 2017 مستمر في العبث بالقواعد والتقاليد الأمريكية التي كان يظن أنها راسخة. المفارقة في هذا السياق أن التقارير الواردة من البيت الأبيض تؤكد أن ترامب ومستشاريه يرون أن هذا الخطاب العنصري، طبعا ينكرون أنه عنصري، ورقة رابحة في التمهيد لحملتهم الانتخابية الرئاسية شتاء العام المقبل. يقول الكاتب: الكارثة أن ترامب قد يكسب فترة رئاسية ثانية، ذلك أن الحزب الديمقراطي ممزق بين القاعدة الشابة الأكثر ليبرالية والمؤسسة التقليدية الأكثر محافظة. بعيداً كل البعد عن السياسة، تستضيف محطة القطارات في مدينة ستراسبورغ الفرنسية معرضاً تنظمه الأمم المتحدة لأعمال فنية أنجزتها لاجئات سوريات تصور مشاهد من الحرب والدمار في بلدهن، وأيضاً الأمل بمستقبل أفضل، وتقدم هؤلاء النساء تقدم خلال المعرض أعمال ل 12 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 عاماً و 60. كنا قد تابعنا تدريباً سريعاً على تقنيات فنية مختلفة، بينها طباعة الشاشة الحريرية والتجميع الفني باتشورك كما يسمى، بفضل برنامج الأغذية العالمية الذي يساعد الفئات الأكثر تهميشاً من اللاجئين البالغ عددهم لحد الآن 4 ملايين في تركيا فقط. وأوضح سيلفاني باي من هيئة السكك الحديد الفرنسية التي تنظم حوالي 100 معرض سنوياً أن نسخاً من هذه الأعمال تعرض على الواجهة الزجاجية الخارجية من مبنى محطة القطارات في ستراسبورغ حتى منتصف أيلول سبتمبر، لجعلها تضاهي أهميتها هندسة المحطة. وفي خبر آخر، يجسد الأخطبوط نموذجاً للكائنات البحرية الذكية بما له من قدرة فائقة على استخدام جسمه الخالي من العظام، لكن ذكاء الأخطبوط مبني على نحو غريب للغاية بعض الشيء، إذ إن له شكلاً مغايراً تماماً للرخويات وعن أي نوع آخر من الكائنات الحية على كوكب الأرض. وعرض في المؤتمر العلمي للأحياء الفلكية الذي عقد في الفترة بين 24 و 26 من يونيو حزيران 2019 بواشنطن، بحث أعلن فيه ديفيد جيري وهو عالم الأعصاب بجامعة واشنطن أن ثلثي الخلايا العصبية للأخطبوط
منتشرة في كامل جسمه، وهناك أسئلة كثيرة تدور في أذهاننا حول الكيفية التي يعمل بها جهاز عصبي موزعة خلاياه في شتى أنحاء الجسد، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفعل أشياء معقدة مثل عملية البحث عن الطعام مثلا في قاع المحيط أو السباحة، وأيضا حول ماهية الترابط بين عقد الخلايا العصبية المنتشرة مع بعضها البعض. ويقول دومينيك سيفيتيلي عالم الأعصاب السلوكي بجامعة واشنطن، وهو أحد الباحثين في الدراسة، يقول إن كل ذراع من أذرع الأخطبوط بها حلقة عصبية، ومن ثم يمكن أن تتناقل المعلومات فيما بينها دون إدراك ووعي من الدماغ. وفي حين أن الدماغ لا يمكنه تحديد موقع كل ذراع، يمكن للأذرع أيضا أن تحدد موقع كل واحد من الآخر، مما يتسنى لها التنسيق والتعاون أثناء الزحف والحركة أو في حال وجود خطر ما. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.